موازنات انفجارية وشعب ثلثه تحت خط الفقر. أين تذهب أموال العراق؟ تارة توصف بالانفجارية وتارة توصف بالانشطارية. إنها موازنات العراق المهولة على مدار 20 عاماً. تعاقبت 8 حكومات على إدارة العراق منذ عام 2003، 4 منها جاءت إبان وجود القوات الأمريكية حتى خروجها أواخر عام 2011. توزعت خلالها موازنات البلاد على الأطراف التي أسقطت النظام السابق وكتبت الدستور الذي يحظى بسيل من الانتقادات. موازنة حكومة السودان. وافقت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني على مشروع قانون الموازنة المالية العامة ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة جداً مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط. وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 152 مليار دولار، وهي أكبر موازنة في تاريخ العراق، تشمل استثمارات بقيمة 36 مليار دولار. موازنات غير مسبوقة. الموازنات المالية في العراق تضاعفت مرات عدة، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره التي وصلت إلى 120 دولاراً للبرميل، ومكنت الحكومات من إطلاق يد التعيينات الحكومية والتي وصلت إلى تضخم وتراكم غير مسبوقين بلغ ما يقرب من 6 ملايين موظف، حتى بات من 60 إلى 70% من ميزانية البلاد تصرف للرواتب، ما فتح الباب أمام آفات خطيرة من الفساد. أما رواتب المسؤولين فقد بلغت أرقاماً خيالية، وباعتراف رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي بأنه كان يتقاضى 1 مليون دولار شهرياً كمنافع اجتماعية عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية. منافع الاجتماعية الشهرية المخصصة لك في هذا العام، في العام 2009، في عام 2009 حوالي 1 مليون دولار بالشهر. نعم، أقل بقليل، 11 مليون دولار في السنة. موظفون فضائيون. نتيجة للتعيينات الكثيرة بدوافع كسب الأصوات الانتخابية، انتشر مصطلح التوظيف الوهمي لأشخاص مقربين من أحزاب السلطة، حتى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف عن 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع فقط، والموظف الفضائي يكون مسجلاً على الأوراق فقط، بينما يتقاضى راتبه أحد المسؤولين أو المتنفذين في السلطة. خزينة فارغة. على مدار السنوات الماضية كانت الحكومات العراقية تقر موازنات مرتفعة جداً، مستغلة بذلك ارتفاع أسعار النفط، حتى أن الموازنة العامة في إحدى سنوات ولاية نور المالك الثانية بلغت نحو 120 مليار دولار، وكان المالكي قد تسلم خزينة مليئة بالأموال تعدت 700 مليار دولار. وبحسب العبادي فإنه تسلم خزينة الدولة بعد 8 سنوات من حكم المالكي فارغة، بل والعراق مديون لشركات نفطية ومقاولين. الحسابات الختامية. قبل نهاية كل عام تقدم الحكومة العراقية موازنة الإنفاق السنوي التي يناقشها مجلس الوزراء لتحديد أولويات الصرف على فعاليات الدولة، وتطالب الحكومة من مجلس النواب إقرارها والمصادقة عليها، وتجري الموازنة بصورة معكوسة حين عمدت الحكومات بالاستحواذ على قرار إعداد الموازنة وعرضها على المجلس لإقرارها، مما ولد فسحة هائلة للسلطة التنفيذية للسيطرة على المال العام وتوجيهه وفق مصالحها وحاجاتها، من دون الحاجة إلى سيطرة المشرع في نظام اعتمد الأسلوب البرلماني وليس الرئاسي. والغريب في الأمر أن جميع الوزارات لا تقدم للجهات الرقابية أو التشريعية أي حسابات ختامية لموازناتها التي تم اعتمادها، مما ينمي ظاهرة الفساد المستشري أصلاً في مرافق الدولة العراقية. موازنات لا تحقق أهدافها.
تذهب أغلبية الموازنات العراقية لما يعرف بالموازنة التشغيلية كرواتب وإعانات ومساعدات ومخصصات للمسؤولين، بينما تعاني الموازنة الاستثمارية التي من المفترض أن تصرف على البنية التحتية والمشاريع القومية تعاني من التجاهل. والمشكلة في الموازنات المالية العراقية تكمن في بعد آخر، وهو دراسة جدوى وعائدات التخصيصات التي وضعت للوزارات والدوائر وأقرت أيضا للقطاعات الحكومية وأين أنفقت وكيف، لا سيما في النواحي الاستثمارية وليس التشغيلية المتمثلة بالرواتب، وما هي النتائج التي حققتها بعد نهاية العام، أي إن مانح التخصيصات لا يلاحق جدوى تنفيذها وماذا حققت من أهداف تخصيصها. سوء الخدمات. وفي ظل الموازنات الانفجارية للعراق يعيش ثلث العراقيين تحت خط الفقر، كما يعاني العراقيون لا سيما في محافظات الوسط والجنوب من ترد واضح في الخدمات وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي في ظل صرف أكثر من 80 مليار دولار على تطوير الطاقة الكهربائية. وفي عام 2023 لا يزال العراقيون يعانون من إهمال في قطاعات مهمة وحيوية كقطاعي الصحة والتعليم، فالكثير من مدارس ومستشفيات العراق لا ترقى لأن تقدم خدماتها للمواطن العراقي.